يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده في يوم جديد ومختلف جدا عن كل ايام السنه اللي بنعيشها، عشان النهارده شم النسيم. وكل سنه وكل المصريين وكل اخواتنا الاقباط بخير. النهارده يوم فيه كله سعاده، كلنا بنزور الاصدقاء وبنقعد مع الاهل، يعني يوم حافل كده وبنخرج وطبعا ما بننساش ابدا الوجبات اللي متعودين ناكلها كل شم نسيم. كل سنه وحضراتكم طيبين. صباح الخير مي، كل سنه طيبه وكل سنه طيبه اشرف. صباح الخير اشرف. صباح الخير اشرف. صباح الخير على كل اللي بيتابعونا مره ثانيه. كل سنه وكل حضراتكم طيبين. امبارح احتفلنا بعيد القيامه المجيد، النهارده بنحتفل بشم النسيم، يعني موسم الربيع ابتدى، في ازهار جديده بتتفتح، في تفاؤل ان شاء الله يدخل بيوتنا كلنا. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله سنه سعيده عليكم كلكم. صباح الخير ساره، صباح الخير مي، صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد بالفسيخ بقى والرنجه والبصل والحاجات الحلوه اللي المصريين بيعملوها وياكلوها في شم النسيم. نتمنى طبعا وجبات جميله لكل المصريين، يعني اكيد كل فسيخ وكل زي ما انت عايز، لكن ارجوك ما تاكلش كتير عشان ما يحصلكش مشاكل في معدتك. وعلى فكره دي واحد من ضمن الفقرات اللي هنعملها النهارده، وهي فقره عن التغذيه، عشان نديكوا شوية إرشادات. وهيكون معانا فيها الدكتور إيهاب الغزولي زميل الجمعية الأمريكية للتغذية والأكل في شم النسيم. كمان هيكون معانا النهاردة فقرة عن الكب كيكس، يعني أعتقد أنه دي الحاجة الوحيدة كبار أو صغيرين يعني لازم يقفوا قدامها كده وما يقدروش يقاوموا أبدا. النهاردة معانا واحدة من الناس او الرائدات في مصر للكب كيكس، حاجه بصراحه رائعه جدا، واعتقد هيكون معانا فيها كمان نماذج للكب كيكس اللي هي بتعملها، حاجه حلوه بجد، وهتنبسطوا جدا في الفقره دي، وهتنبسطوا اكتر ان هي فعلا فروعها موجوده في مصر، تقدروا تروحوا تشتروها في الاعياد، لو حابين تروحوا تزوروا حد في البيت، لان هي فعلا حاجه جميله قوي وطعمها مش قادره احكي لكم حلو ازاي. فان شاء الله تستمتعوا معانا النهارده مع ليلى صدقي، هي صاحبة او مصنعة الكب كيكس باشكالها كلها في مصر. يعني هنبسط اكتر ان شاء الله اول ما ناكل كب كيكس بعد الفقرة. دايما الاجانب لما بيجوا مصر بيقولوا مصر مليانة اعياد، اعيادنا فعلا كتير، عندنا اعياد دينية، اعياد موسمية، فكل مناسبة عندنا عيد، يعني ربنا يكتر اعيادنا يا رب دايما ما يقللهاش ابدا في السنين اللي جاية ان شاء الله. كل عيد دايما بنحتفل بيه بيبقى فيه حكمه، بنطلع بيه بحاجه جديده، يمكن الحكمه دي تكون ان هو يقربنا ويجمعنا ويدخل فرحه بيوتنا، ويمكن الحكمه دي تكون ليها اساس تاني خالص ديني. النهارده هيكون معانا القس ثروت ثابت وهبي راعي الكنيسه الانجيليه بالعباسيه، وهيكلمنا عن الحكمه من الاعياد. امبارح عيد القيامه المجيد، وما زلنا في احتفاليات زي ما قالت مي، الاحتفاليات بعيد الربيع وعيد القيامه المجيد لاقباط مصر، فعندنا فرقه جميله جدا هتغني لنا النهارده، وهي فريق التسبيح. هيكون معانا بوليس بشرى ورشا ومينا، هيتربونا هيقولوا لنا ترانيم جميله جدا من الترانيم القبطيه. طبعا النهارده من العلامات كده اللي لازم تكون موجوده معانا في شم النسيم عشان نعرف اصل شم النسيم ونتعرف على تاريخ وهيستوري شم النسيم. النهارده هيكون معانا ومنورنا في الاستوديو الاستاذ بسام الشماع، هو باحث في علم المصريات. بصراحه احنا شخصيا لما بنقعد نتكلم معاه وبنسمع منه قصص الفراعنه وبنسمع منه قصص التاريخ بتاعتنا، بجد احنا بنبقى مبسوطين يعني بيبقى كلنا يعني بيبقى متشوقين ان احنا نسمع عارفه في حرف واحد هو اللي شغال دلوقتي. الدنيا حر شويه. فالنهارده ان شاء الله هيكون منورنا الاستاذ بسام الشماع، واعتقد انه كتير جدا من المشاهدين هيبقوا فرحانين ومبسوطين جدا بالفقره دي عشان يعرفوا حاجات كتير جدا عن علم المصريات. وغير تاريخ شم النسيم، يعني حاضر شم النسيم، شم النسيم يعني بيض ملون وفسيخ ورنجه وكل الوجبات اللي احنا بناكلها دي ونقعد نعاني بعدها اسبوع بس بتنبسط يومها. فالنهارده عندنا كمان فقره هتكون عن التغذيه مع زميل الجمعيه الامريكيه للتغذيه دكتور ايهاب الغزولي. هروح بقى لفاصل وتروحوا تاكلوا الفسيخ، بس على فكره اوعوا زي ما بيقولوا زمان، اوعوا تغير المحطه، لان النهارده هنحتفل معاكم وانتوا عمالين تاكلوا الفسيخ وتاكلوا الرنجه. فاصل وراجعين.